السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يمكن أن أزور مصر ولا أمر على هذا البيت الذي أتواجد فيه الآن، بيت لعميد القراء وكبار القراء في العالم الإسلامي. قبل أن أقدم هذا القارئ أرحب بأخي عمر. أهلا وسهلا بك عمر. أهلا وسهلا بحضرتك. نتعرف على هذا القارئ الذي نزوره في بيته اليوم. إن شاء الله نحن الآن نزور فضيلة الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد ابن فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى. رحمه الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أرض مصر، وتحية إلى شعب الجزائر الشقيق. أهلا وسهلا بك. ونحن في الجزائر ربما أغلب الجزائريين محبين للشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولصوت عبد الباسط عبد الصمد. الحمد لله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ده بركة القرآن الكريم. نعم. والوالد يعني محب لجميع شعوب الأرض وخاصة الشعب الجزائري، وهو قام بالزيارة إلى الجزائر في عهد الرئيس أحمد بن بلة بعد عيد الاستقلال. ما شاء الله. عمر، أنت يعني شيخك المفضل الذي عرفت به وبتقليدك له هو كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ليس كذلك؟ صحيح. ماذا نستطيع أن نقول الآن ونحن في بيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ ماذا نقول عن هذا الشيخ العملاق؟ الشيخ عبد الباسط صراحة هو أفضل شيخ استمعت له، وصوته فعلا صوت من السماء، صوته تلاوته تدخل إلى قلبك مباشرة بدون استئذان. صحيح، والله صحيح صحيح. وأنت دخلت قلوبنا لأنك، وأتكلم على الجزائريين، لأنك قلدت هذا الشيخ الذي نحبه ونعشقه. ونحن في بيته الآن، لو يعني سلطنا الضوء وتكلمنا على حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لحلقات عدة، لا تكفينا هذه الحلقات، لكن نريد أن يعني نتكلم على أهم المحطات التي مرت في حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت، المرحوم الوالد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، يعني في محطات كثيرة في حياته، لكن أهم محطة كانت في حياته هي حينما زار القاهرة لأول مرة واستمع إليه الجمهور لأول مرة في احتفال مولد السيدة زينب رضي الله عنها. فطبعا استأثر على قلوبهم وقلوب المستمعين، وبعد ذلك انتشر صوته في جميع أنحاء العالم من خلال الإذاعة المصرية وزار جميع البلاد العربية والإسلامية الحمد لله. دي كانت أول محطة حين التحق بالإذاعة المصرية في عام 1952. وبرضو من المحطات الهامة في حياته حينما زار جنوب أفريقيا عام 1966، يعتبر هو أول قارئ للقرآن الكريم يزور جمهورية جنوب أفريقيا، قبل يعني أول قارئ يزور هذه القطعة الغالية من أفريقيا. وكان استقبال هناك استقبال حافل، المسلمين طبعا هنا كانوا أقلية، ولكن كانوا مصرين على هو يأتي إليهم ويقرأ القرآن هناك. وحينما استمع إليه الجمهور هناك في جنوب أفريقيا، أصروا المسلمين أنهم يرسلوا أبنائهم إلى القاهرة لكي يتعلموا اللغة العربية ويتعلموا قراءة القرآن الكريم على نفس طريقة الوالد. والحمد لله في بعض الأصدقاء كانوا بيرسلوا أبنائهم إلى القاهرة. المحطة الثالثة طبعا في حياته هي حينما عرض عليه جلالة الملك محمد الخامس ملك المغرب إن هو طبعا يمنحه الجنسية المغربية ويقيم إقامة دائمة في المغرب، حينما استمع إليه والتقى به في القاهرة. فطبعا الوالد شكره، ولكن اعتذر له على هذا يعني هذه المنحة، ويعني قال له أنا يعني ولدت في مصر وعشت في مصر وسأموت في مصر، وإن أنا يعني رهن الإشارة في أي وقت أزوركم في بلادكم. يعني دي يعتبر المحطات الثلاثة في حياته.
هل تذكر شيء عن علاقة الشيخ بالجزائر من خلال زيارته للجزائر وقراءته في عهد بن بلة في مساجد الجزائر؟ لو يعني تعطي لنا أسرار هذه الزيارة، زيارة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى الجزائر. وحينما طبعا جات له الجعوة وزار الجزائر كذا مرة، هو يعني أذكر منها زيارته والتقى بالرئيس الجزائري أحمد بن بلة، ويعني كان سعيد ان هو يزور بلد المليون شهيد ويقرأ القرآن في مساجدها العامرة، وكان يعني سعيد ان هو بيلتقي بالجمهور الجزائري، وحس ان هم طبعا متشوقين لتلاوة القرآن والاستماع للقرآن الكريم. ويعني في مدارس كثيرة هناك في الجزائر الحمد لله يعني يتعلمون فيها القرآن، والقراء المصريين يذهبون إلى الجزائر لتعليم القرآن الكريم هناك. ما هي مميزات فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في صوته، وما الذي يميزه عن أي قارئ آخر؟ وطبعا الوالد كان لي طبعا عدة مميزات، هو ربنا سبحانه وتعالى منحه حلاوة الصوت وحسن الأداء وطول النفس، وكان بيقرأ بإحساسه. وطبعا قراءة بالإحساس أو تخرج من القلب تصل إلى القلب على طول مباشرة، يعني ما كانش هو بيتحكم في حكاية المقامات ومش المقامات وكلام ده، هو أهم حاجة كان أهم حاجة يلتزم بأحكام القرآن الكريم، أحكام القرآن التجويدية أحكام الوقف والابتداء والإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود، يدي كل حرف حقه. وبعد ذلك يعني الأحكام دي بتبقى عبارة عن إحساس، يعني الإحساس يعني بالقارئ، فالمستمع طبعا لما بيلاقي القراءة خرجت من القلب فتصل إلى القلب مباشرة. ما شاء الله. استمعت لعمر؟ استمعت بي قبل كده يعني كذا مرة. أولا أعطي رأيك في عمر وأنت تستمع ما شاء الله إلى هذا الصوت الصغير وهو يعني يذكرنا بالمستقبل إن شاء الله، بالوالد. في كل يعني ذكرى بنحييها بتاعت الوالد لازم ندعو الابن عمر وهو يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم عشان الجمهور طبعا يتذكر القارئ عبد الباسط عبد الصمد بصوت هذا بصوت تمام. عمر الآن نقرأ أمام ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ونقرأ في بيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بعض الآيات القرآنية، والشيخ يستمع إليك الآن والجمهور كله يستمع إليك الآن، تفضل حبيبي عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا يتساءلون.
ثقلت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله في تقدم الحمد لله، والأحكام ما شاء الله مظبوطة يعني، والوقفات برضو نفس وقفات الوالد رحمة الله عليه. ما شاء الله يعني هذا الذي نريده منك. هل يعني حقق وجود الوالد؟ لا الحمد لله ماشي على نفس المدرسة يعني، وإن شاء الله مزيد بإذن الله، نطمع في المزيد إن شاء الله كده لما تكبر شوية كده بإذن الله، تشد حيلك شوية كده وتبقى تزداد قوة كده إن شاء الله ماشي على نفس المنوال، نفس إن شاء الله الطريقة. ما شاء الله ربنا يتقبل إن شاء الله ويفتح عليك كده بإذن الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. شيخنا هذه عمامة الشيخ عبد الباسط. هذه العمة التي كان يرتديها الوالد ما شاء الله، حتى قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى كان بيرتديها في أواخر أيامه يعني. حتى السبحة احتفظنا به، والسبحة نفس السبحة المسبحة بتاعته، وهنا يعني كان الإقامة بتاعته كان في هذا المنزل. ما شاء الله. حتى موجودة اليافطة تحت، عاش هنا، قرأ شفتوها؟ شفناها تحت. نعم. ممكن تاخذ صورة مع الشيخ عمر برضو إن شاء الله، نصور إن شاء الله في بناية المنزل تحت يعني، هنا الطابق الرابع في قلب القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة مدينة الجيزة، مدينة الجيزة يعني حي الدقي، حي الدقي تحديدا كان يسكن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قام هنا حوالي بتاع 30 عام هنا يعني. هو أي منطقته الأولى اللي جاء منها يعني؟ هو جاء من الصعيد، من الصعيد في السيدة قام بيوار مسجد السيدة زينب. نعم. ثم تنقل في كذا مكان في المانيال، وبعد كده في جاردن سيتي، وبعدين جه اقام هنا في اقام في هذا المنزل. وهذه العمة التي تشاهدونها في الصورة هي عمة الشيخ التي كان يرتديها، وجاب بها ايضا اقطار العالم، وكان يتلو بها القرآن الكريم حتى توفاه الله، جعله الله ان شاء الله من عباده الصالحين. بمناسبة حضورك الى منزل الشيخ عبد الباسط، وأنك ماشي على نفس المسيرة ونفس الطريقة، أنا هقلدك العمامة بتاعته برضو عشان تصلك البركة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضل عمر، تفضل اجلس مكانك شيخ، اجلس. عليك عمر، ما شاء الله. والله سعيد جدا وأنا أشاهد هذه الصورة، أن يلبس عمر علي عوض عمة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وفي بيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كلمنا على شعورك عمر. الآن أنا أشعر بسعادة غامرة وسعادة كبيرة، و هذا شرف عظيم وكبير لي أن أرتدي عمامة فضيلة الشيخ عبد الباسط. والله ما شاء الله ما شاء الله. هو متأثر جدا عمر، متأثر جدا عمر، والله موقف صح وتستحق هذه العمامة. مسؤولية كبيرة، مسؤولية صحيح، من الآن مسؤولية، زادت عليك المسؤولية أكثر. اليوتيوب أقر أن صوتك يشبه صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهو ابن الشيخ أيضا يقر بهذا بتتويجك بهذه العمامة، عمامة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. هذا يعني يوم سعيد
بمناسبة تشريفكم لينا في منزل والدنا المرحوم الشيخ عبد الباسط وحضور الابن عمر معكم والاستماع إليه، وربنا يبارك فيكم. ودي مسؤولية يعني شيخ عمر، ويعني حافظ بقى على قراءة القرآن، وربنا يبارك فيك ويعني يطرح فيك البركة وتمشي على نفس مسيرة الوالد يعني، وبالتوفيق إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق والسداد بإذن الله. نعم، شكرا لك شيخ عبد الباسط، والله سعدنا بك وبتواضعك، وسعدنا أن نزور بيت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في القاهرة، وبالأهل والمستمعين في جمهورية الجزائر الشقيقة. الله يخليك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام تبقى ألف خير. رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليمن والبركات. نعم ما شاء الله، شكرا لك سيدي الشيخ عمر. نختم هذه الحلقة الجميلة، هذه الحلقة التي ستبقى لك ذكرى سعيدة حتى تكبر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك حبيبي عمر. مشاهدي الكرام، بهذه الصورة الجميلة ومع أخي عمر ومع عمة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نختم معكم هذا العدد من البرنامج، من برنامج أعلام ومعالم. عسى أن نلقاكم في عدد مقبل إن شاء الله. في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كل طاقم برنامج أعلام ومعالم، وألف مبروك يا عمر. ألف مبروك، مع السلامة.